برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من تنس بولت. في الفترة اللي فاتت في قضايا كتير، قضايا رياضية بتخص اللوائح والقوانين الرياضية، يمكن أبرزها قضية نادي القرن. مين الأحق بلقب نادي القرن؟ وحاجات كتيرة جدا حابين نعرفها من ضيف النهاردة أستاذ محمد بيومي، خبير اللوائح والقوانين الرياضية. برحب بحضرتك. أهلا بيك وشرفتونا. أهلا بحضرتك. خلينا الأول نبتدي من عودة الدوري وإلغائه. مين الأحق لو تم إلغاء الدوري؟ اللوائح الرياضية بتقول إيه؟ بتقول مين الأحق بالصدارة والوصيف؟ اللوائح الرياضية في الظروف الطارئة أو الحالات الطارئة بتركت الاتحادات الأهلية اتخاذ القرارات المناسبة، وحتى نكون عقلاء المفروض ندرس إيجابيات وسلبيات كل قرار. وعشان نكون واضحين بلغة واضحة ومباشرة، لو إحنا ألغينا الدوري كنا خلاص الدوري ده هيتلغي ونبدأ دوري جديد بقى الموسم الجديد وكده، من سوف يتوج بالبطولة؟ ومن التاني ومن التالت ومن الرابع ومن الخامس عشان البطولة العربية؟ ومين هيهبط ومين هيصعد؟ الله ينور عليك. دي طيب كمان سلبيات، ان كل حقوق الأندية عن هذا الموسم هتضيع عليه، لان شركات الرعية والشركات الدعمة والبث التلفزيوني مش هيدفعوا له دوري لم يكتمل. دي كلها سلبيات في حالة إذا لغينا الدوري. طب لو قلنا هنستكمل الدوري، في كل الأحوال إحنا لن نستطيع أن نستكمل أو نبدأ أي نشاط جديد إلا لما تكون الظروف مناسبة، تمام؟ طيب لو إحنا استكملنا الدوري هنتفادى سلبيات كتير جدا ومشاكل كتير جدا واحتجاجات من الأندية المتضررة في هذا الأمر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هتضيع علينا حقوق مالية لو احنا لغينا الدور، لكن لو استكملنا هنعالج كل السلبيات. وفي كل الأحوال بعد ما خلص الدور دوت أبدأ مسابقة جديدة بالظروف والشروط المناسبة، زي مثلا ما عملنا من كام سنة، عملنا دوري من مجموعتين لقصر المدة الزمنية. فأنا من وجهة نظري هي استكمال الدوري في أي وقت متى ما سمحت الظروف. بالتأكيد مع عودة الدوري، بالتأكيد مع عودة الرياضة عامة بشكل عام، يعني في مصر الدنيا كلها فتحت. يعني النهاردة الدوري الأسباني هيفتح، من أسبوعين من أسبوعين ثلاثة الدوري الألماني رجع، بعد أسبوع الدوري الإيطالي. ليه إحنا كمان ليه ناخد نعمل الإجراءات اللي هم عملوها برا، وبإذن الله نعدي الفترة دي ويتلعب الدوري؟ لا طبعا مع عودة الدوري إحنا كده وحشنا رياضة، إحنا ملناش غير الكورة، بس ايه بضوابط كده. كده احنا من 10 سنين ما بندخلش جماهير، فايه المشكله؟ الدوريات كلها رجعت، يعني الدوري الالماني رجع، الدوري الايطالي خلاص، الدوري الاسباني بكره، الدوري الانجليزي خلاص رجع يوم 17 او 18 ماتش مانشستر وارسنال، بعدها يوم 20 هيبدا الماتشات المؤجله تلعب قبل الماتشات الثانيه بيومين. يعني مانشستر سيتي هيلعب مع ارسنال بعدين يلعب مع توتنهام، ما فيش يومين ثلاثه الفرق. فاحنا مع عوده الدوري احنا ملناش غير الكوره. عودته طبعا متعه والجمهور والدنيا، بس يعود بإذن الله بالجمهور بتاعه. في الوقت الحالي أنا مع عودة الدوري، يعني الناس برضو الناس اللي هي في دلوقتي عايزة حاجة تسليها وهي قاعدة في البيت. لا اللي احنا شايفينه مش هنلحق نلعب دوري، احنا لو لعبنا الدوري ده وكملناه مش هنلحق نلعب دوري جديد. فالطبيعي ان انا بأجل، وممكن اخد مسابقة كاس مصر اهي قريبة. هو طبيعي ان هو يتأجل عشان خاطر التجمعات وعشان خاطر الفرق وعشان خاطر التدريبات، وكل ده يعمل تجمعات، فكل ده ممكن يساعد شر المرض، فطبيعي لازم نتأجل. انا شايف ان لازم كل حاجه ترجع تاني، اصل الحاجه دي لازم نتاقلم معاها. للجنة الخماسية،
لجنة اتحاد الكرة الخماسية ومشكلها كتير. أنا يعني صراحة مستغرب، أنا ما بتكلمش كلام حلو خالص. أنا نفسي مرة أتكلم كلام حلو. لا في حاجة حلوة. إيه؟ افتكرتها الوقت. أرجوك. أنا بحيي وزارة الشباب والرياضة على الجهد الكبير اللي قامت بيه في إبقاء مقر الاتحاد الإفريقي في مصر، لأن كان هناك مؤامرة كبيرة جدا في هذا الأمر، وكانوا عاوزين ينقلهم مقر الاتحاد الإفريقي من مصر، لكن أنا بحيي وزارة الشباب على أنها فعلا نجحت في استقرار مقر الاتحاد الإفريقي في بلد في مصر، يعني البلد المؤسس يعني، وكانت تبقى إهانة كبيرة لو المقر خرج من عندنا. حاجة حلوة هي. عظيم، حلو قوي. كل شكر لوزارة الشباب والرياضة عشان يعرفوا انها بيقولوا الحق يعني، لكن عندها اخطاء تانية كتير هنقطع لسه. لا، نتكلم الاول عن اللجنة الخماسية. اتفضل. ومشاكل اللجنة الخماسية بشكل عام. تمام. حضرتك شايف ان وزارة الشباب والرياضة ممكن تتدخل، او من صلاحياتها قانونا ان هي تتدخل في مهام اللجنة الخماسية والقضايا اللي بتقوم بيها اللجنة الخماسية؟ قولا واحدا، مش من حق الدخل. لا تستطيع لا لجنة أولمبية ولا وزارة شباب ورياضة ولا دولة ولا قضاء لهم الحق في التدخل في شؤون اتحاد الكرة. وطبقا لوائح الفيفا، الاتحاد الأهلي هو السلطة العليا التي ترعى اللعبة داخل بلد ما، هو السلطة العليا، ما في سلطة أعلى منه من اتحاد الكرة، فلا يستطيع. أما اللجنة الخماسية طبعا كان قرار بديهي بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة أمور الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. جم على أساس أنه ما يقعدوا 6 شهور، اتكلموا مع الفيفا قالوا إحنا هنقعد 6 شهور وبعدين نعمل انتخابات مجلس جديد، وبعد 6 شهور تتعمل الدورة الأولمبية وننتخب مجلس ثاني. لا، خليها سنة مرة واحدة كويس، وينتخب مجلس يقعد 4 سنين حسب الميثاق الأولمبي واللوائح. فالفيفا وافق على هذا الأمر، وعين مراقب سيدة اسمها سارة بتراقب عمل اللجنة المؤقتة. اللجنة دي جاية لعمل رئيسي واحد بس، وهناك أعمال فرعية كويس، لكن عملها الرئيسي هو إيه؟ الإعداد لعقد جمعية عمومية انتخابية لانتخاب مجلس إدارة جديد. ده عملها الرئيس الأساسي الأول اللي هي جاية عشانه، وما يتبعه من أعمال استباقية أخرى. يعني إيه أعمال استباقية أخرى؟ يعني أنا لازم أعدل اللوائح، إذا كنت عاوز أعمل تعديلات في اللوائح وأقوم بإجراءات اعتماد هذه التعديلات، وبعدين أعقد جمعية عمومية غير عادية عشان أعتمد لائحه النظام الاساسي اللي هتم تعديلها، واعتماد اللائحه الانتخابيه ولجنه الاستئناف الانتخابيه واللجنه الانتخابيه ولجنه الاستئناف الانتخابيه، لائحه ولجنه كويس، واعمل الجمعيه العموميه الطارئه او الغير عاديه لاعتماد هذا الكلام، ومن ثم احدد موعد الجمعيه العموميه الانتخابيه وانتخب مجلس الاداره الجديد. طبعا واضح من الكلام اللي انا بقوله ان هذا العمل يحتاج وقت، على الاقل عمل دؤوب لمده 6 شهور. اللجنه بتعمد او غير تعمد لم تقم بهذا العمل تماما خالص، وما عملتش اي عمل من الاعمال المنوط بيها. ده بقى عن عمد ولا عن جهل؟ انا اتوقع انهم ما عندهمش الخبره الكافيه، بس يعني مش خبراء في اللعبه ولا فاهمين هم ايه الاجراءات المفروض يعملوها، وبالتالي تاخروا. جم بعد كده قالوا عاوزين نمد سنه كمان، الفيفا رفضت وقال لهم تعملوا انت اخر يوم ليكم 31/7، تعملوا الانتخابات في 1/8، ورفض الفيفا. طلع رئيس اللجنة الأولمبية، وهذا الرجل أنا مندهش جدا من الكم الهائل الأخطاء اللي بيرتكبها، ولا يتسع المكان لذكرها، لكن أنا أتكلم على حاجة واحدة بس. قال طبقا للقانون
يجوز نعمل انتخابات تكميليه للاتحادات بقى كلها لمده سنه، وبعد سنه نعمل انتخابات الثلاث سنين. ليه؟ عشان ايه؟ ده انا بشرح لك، يعني عشان تعمل انتخابات الكم الهائل من الاجراءات اللي بيقوم بيها الاتحاد عشان يعمل الجمعيه العموميه الانتخابيه، او ما اعملها وبعد سنه اعملها تاني. وقال بقى ايه تعبير، يعني انا صراحه ضحك يعني، بقول القانون كان عبقري في الجزئيه دي. ايه عبقريه القانون؟ ان القانون نص على ان احنا نعمل انتخابات تكميليه سنه. هذا كلام غير حقيقي. القانون نص على ان تجرى انتخابات مجالس ادارات الانديه والاتحادات عقب الدوره الاولمبيه لمده 4 سنوات او لاقرب دوره اولمبيه. دي بقى اللي محتاجه تفسير. مثلا حاله زي حاله اتحاد الكره، استقال مجلس الاداره او اقيل، تمام، ولسه باقي سنتين على الدوره الاولمبيه، يقوم ننتخب مجلس اداره يدير الاتحاد السنتين الباقيين، وهذا المجلس الاداره دي مدته بس سنتين. بس ما هوش احنا لسه بقى لنا سنتين، لا لاقرب دوره اولمبيه. اما القانون لم ينص على ما قاله رئيس اللجنه الاولمبيه، ولكن ما قاله رئيس اللجنه الاولمبيه هو تحيز وعدم حياديه واضح من رئيس اللجنه الاولمبيه ووزير الرياضه للجنه الخماسيه، عاوزين يمددوا لهم سنه بدون وجه حق. بالكلام بقى عن اتحاد الكوره، هل ممكن نشوف باشمهندس هاني ابو ريده تاني في اتحاد الكوره؟ شوف، عايز اقرر الجمعيه العموميه كويس، لكن نص اعضاء الجمعيه العموميه بيجوا بربع كباب كويس. وبعدين هما خلوا سمير، كابتن سمير زهر الله يرحمه، وبعض الناس داخل اتحاد الكوره خلوا اعضاء الجمعيه العموميه 226 نادي. ليه؟ حتى يضمنوا نجاحهم، لان صوت اقل الحمول زي صوت الاهلي والزمالك. طبعا ده كلام غلط، لذلك كان يجب في تعديلات النظام الاساسي يعملوا الوزن الانتخابي. الوزن الانتخابي دي قصه طويله نشرحها بعدين. يعني نروح لقضيه نادي القرن. حضرتك مش عايزين نتكلم فيها كتير. لا نتكلم فيها نتكلم فيها باختصار. حضرتك دايما كنت بتقول وبتعلن اهلاويتك، لكن في قضيه نادي القرن حضرتك ليك وجهه نظر وبالمستندات انه نادي القرن هو نادي الزمالك، لان هذا هو الحق. ليه هذا هو الحق بالظبط؟ شوفي، انا راجل متابع لتعميمات الاتحاد الدولي لكره القدم الى هذه اللحظه يوميا. اي تعديلات في اللوائح بقى عن طريق جوجل الارتس بيجيني وبقراها، ومتابع بدقه كمان. يعني في شهر 6/1999 قبل نهايه القرن بست شهور، ارسل الفيفا تعميم الى كل الاتحادات الاهليه والقاريه، وطلب من الاتحادات القاريه تحديد من هو منتخب القرن ومن هو نادي القرن عن قراره، وترك للاتحادات القاريه تحديد المعايير. يعني لغاية شهر 6/1999 مفيش حاجة اسمها نادي القرن. والدكتور طارق الأدور، واحنا طبعا مختلفين في وجهات النظر، مع طبعا كل الاحترام والتقدير لشخصه، احنا مختلفين في الرأي كويس، مفيش خلاف شخصي. هو رأيه ان انا كلامي غلط، وانا رأيي انه ما كانش فيه لايحة اصلا. بس انا عندي دليل من بق الدكتور طارق في اخر مقابلة معاه هاتفية، وكانت برضو عندكم في قناة تن. هو قال ان كل كلامي غلط الا حاجة واحدة بس، ان فعلا لغاية شهر 6/1999 ما كانش فيه حاجة اسمها نادي القرن. طيب لو ما فيش حاجة اسمها نادي القرن لغاية هذا التاريخ، هعمل له لائحة 6/94 قبلها بخمس سنين؟ لم يكن ما يسمى نادي القرن. دي كانت سنة 2000 كويس، وحصل اتفاق ما مع أشخاص ما أن الكاميرون تاخد منتخب القرن وهي مصر منتخب القرن، والأهلي ياخد نادي القرن وهو الزمالك نادي القرن. صفقة تمت بين مين ومين؟ أنت عارفاهم، خلينا نقولهم. لا
خلينا نقول دي حاجه لا تخفى على احد. ربما اخطاوا كويس ما بين السكرتير العام وما بين رئيس الاتحاد. وبعدين في واحد بيقول ده كان مجرد سكرتير، لا ده رجل التنفيذ الاول الامين العام، يسمى السكرتير العام بالانجليزي والامين العام باللغه العربيه، رجل التنفيذ الاول ورئيس الاتحاد. كويس، انا اتكلمت 7 سنين في القضيه دي وقلت كل وجهات نظري، انا جبت لك من الاخر في كلمتين، ابحث عن من هو منتخب القرن سوف تعلمي من هو نادي القرن، في كلمتين اتنين. اخيرا، لماذا لم يتخذ الزمالك اي اجراء قانوني؟ ده يوجه للزمالك السؤال، انا اجتمعت بيهم وقلتهم صرحت لهم وجهه نظري كويس، وكان عندي شرطين قلتهم كويس، وهو ان انا بس اللي هتولى القضيه، مش عاوز اي مساعدين، انا ما بعرفش، انا بشتغل قضايا لوحدي وكواليفايد لهذا العمل من 40 سنه. نمره 2 سريه القضيه، دول الشرطين اللي انا قلته. ان ما يتمش التحدث في الاعلام عن القضيه. طبعا القضيه في مساراتها هيبقى فيها اسرار كتير وحاجات كتير، وانا حتى ما قابلتهم شرحت لهم وجهه نظري، بس ما قلتش كل حاجه عندي لان انا مش حابب اكشف كل اسرار القضيه يعني. لكن حضرتك معاك مستندات؟ طبعا في، هو مستندات رسميه بتقول ان الزمالك هو نادي القرن. طبعا ادله. شوفي نهايه القضيه دي لو اشتغلها نادي الزمالك، يا اما نادي الزمالك هياخد لقب نادي القرن، يا اما اللقب هيسحب من نادي الاهلي، لانه صدر القرار بناء على معايير وهميه فيها عيوب كتير، اخطاء كتير، خلينا نقول اخطاء كويس. وبعدين لما في معايير، المعايير دي ارسلت للاتحادات الاهليه، المعايير دي اعتمدت من الجهات الرسميه للاتحاد الافريقي، ده لقب عظيم. اسيا ما اختاروش نادي القرن، اوروبا عملوها بالتصويت، لما بيختاروا احسن لاعب واحسن مدرب وكده. كفايه بقى كلام في حديثنا. هو نادي القرن طول عمره النادي الاهلي، يعني مش محتاجه كلام، دي تاريخ كبير، ما فيش نادي اصلا في مصر بيتقارن بالنادي الاهلي، هو في حته ثانيه اصلا غير النوادي. يعني احنا نادي القرن بصراحه يا جماعه، احنا بتضحك علينا على فكره، انا اقول الصراحه بقى عشان ايه نتكلم بكل صراحه، هي ماشيه حكام وفيفا ومش عارف اتحاد افريقي والكلام ده، الراجل مرتضى منصور ده راجل محترم جدا والله. في الحقيقه بقى هو ده الشغل الشاغل دلوقتي بالنسبه لجماهير الاهلي وجماهير الزمالك، بس احنا بنتكلم من منطلق حكايه البطولات والكلام دي، الاتحاد الافريقي هو اللي بيحسب النقط، فهو اللي ليه الراي الاول والاخير، مالناش دعوه بقى بموضوع الرشاوي والمجاملات ده، مالناش علاقه بيه. فاحنا لو حسبناها لحد سنه 2000 هنقول ان مثلا الزمالك 9 بطولات او 8 والاهلي 7 بطولات، فهي اتحسبت بناء على الابناط اللي بتتحط للي خرج من الدور قبل النهائي او دور الثمانية. ففي المجمل انا شايف كرأيي الشخصي زملكاوي مجروح، اكيد هقول ان الزمالك نادي القرن. نادي الاهلي ده نادي محترم او كويس، يعني هو النادي الاهلي بس. نادي الاهلي. لا انا بص، انا بشجع الاهلي من اول ما اتولدت تقريبا، فاني بحب الاهلي جدا ونادي كبير طبعا. خلينا نتكلم عن صفقه كهربا، مين صاحب الحق، الاهلي الزمالك كهربا؟ اكيد الزمالك، لكن الزمالك فقد حقه بعدم خبرته بفشله في اداره الملف. سيبك من حته العقد موثق ولا العقد مش موثق، هذا الامر لا يهم الفيفا من قريب او بعيد، طالما اللاعب وقع والنادي وقع وختم العقد هو عقد رسمي، وثقته في الاتحاد ولا موثقتوش ملوش قيمه، العقد ده بيعترف بيه الفيفا. في نقطتين خطأين كبار ارتكبهم نادي الزمالك، الخطا الاول ان كهربا طبقا لحتى هذا العقد اللي نادي الزمالك العقد الرسمي ماشي، واللي بيعترض عليه كهربا لا هو عقد رسمي، كهربا له متاخرات ماليه ما خدهاش من نادي الزمالك. نمره 2 السب والقذف كويس والاضطهاد اللي اتعرض له كهربا في نادي الزمالك يعطيه الحق في فسخ العقد، وهي قضية دولية لأنه منتقل من الزمالك إلى النادي البرتغالي، فبالتالي هي قضية دولية تخضع لمظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم. مش شبه قضية عبد الله السعيد في حاجة؟ لا عبد الله السعيد ده موضوع تاني خالص، وعبد الله السعيد برضه خطأ من الأهلي، برضه عدم خبرة وعدم دراية. بصي كل أندية مصر بدون استثناء ما فيهاش شخص بيعرف يصيغ عقد لاعب كرة قدم، عقد لاعب كرة القدم عقد معقد جدا، عقد غير عادي. آخر حاجة عملناها دلوقتي في عقود لاعب كرة القدم بنعمل ايه؟ بصمة، رجعنا من 100 سنة
بنعمل البصمه تاني كويس، يعني ما نكتفيش بتوقيع اللاعب، بنعمل البصمه وبنخد النادي توقيع والخد تمام. توقعاتي في قضيه الكهرباء اذا حصل نادي الزمالك على تعويض لن يتحدى باي حال من الاحوال $500,000 في لاعب كنت السوقيه لا تقل عن 5-6 مليون دولار، وربما نادي الزمالك يدفع كده. ما ده اللي كنت لسه هقوله لحضرتك، يعني المفروض اللوائح بتقول انه الزمالك هو اللي يدفع. لا، في وضع زي وضع كهرباء، في وضع زي وضع كهرباء اذا المحامي شاطر وجنبه والمونتينير شاطر وفاهم التكات دي ممكن يكسب القضيه ويدفع نادي الزمالك كمان فلوس، يبقى اللاعب مش ببلاش ونادي الزمالك يدفع كمان فلوس. فبصي اللي انا ملاحظه من خلال خبرتي 40 سنه في العمل في هذا المجال ان احنا عندنا جهل كبير جدا باللوائح ومش ناجحين في اداره كره القدم. مباراه السوبر المصري اللوائح بتقول العقوبات اللي توقعت على لعيبه الاهلي والزمالك عادله ولا غير عادله؟ ولو غير عادله مين اللاعب اللي كان المفروض يتعاقب اكتر او اقل؟ لا، هو لجنه الانضباط وقعت عقوبه خطا على مين؟ على كهربا لما قالت الى نهايه الموسم تمام. خلينا نفترض ان هي وقعت على شيكابالا 8 مباريات، طيب خلينا نفترض ان الموسم دوت انتهى مش هيستكمل، تنتهي عقوبه كهربا ولا تنتهي عقوبه شيكابالا؟ مش هو قالوا نهايه الموسم نص العقوبة؟ لو تم إلغاء الدوري عقوبة كهربا انتهت، تنتهي ولا تنتهي عقوبة شيكابالا؟ لأنه كان عدد مباريات مش بنهاية الموسم. بالظبط. على فكرة أنا عايز أقول لك حاجة، عقوبة كهربا عدلت من لجنة الاستئناف إلى 8 مباريات أيضا. مظبوط، وده تعديل صحيح كويس، يعني لجنة الاستئناف كانوا ناس بتفهم وخلت العقوبة 8 مباريات. أيوة طبعا عادلة كويس طبعا. أنا مش عايز أخلص كلام مع حضرتك بس للأسف خليك. وقت حلقتنا خلص. بشكر حضرتك، شرفتني في تاني سبورت، وبتمنى تكون معايا في حلقات تانية. أنا سعيد بتشرفكم، وبإذن الله إن شاء الله نكون على تواصل. حلقتنا النهاردة خلصت، لكن لقائنا مع أستاذ محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية لسه مستمر. تابعونا في الحلقة الجاية من تاني سبورت. دي كانت حلقتنا النهاردة، شوفونا في حلقة جديدة.